السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل الملاح. لا فيديو تاع اليوم وصفه التورتيلا اللي مليحه نستعملوها في لي ساندويتش في بزاف صوالح. طبعا انا كنت نشريها واجده، مي كي راهي هكا المرض تاع الكورونا يتو، دونك راني نديرها في الدار، وحبيت ان نبارطاجي معكم لا ريسيت باسكو البنات راهم فرحانين بزاف بالبارطاج تاع لي ريسيت. دونك لهذه الوصفه نحتاج 600 غرام فارينة القمح الكامل، راهي تتباع، راهي كاينه في لا مارك ماما، كاين في بزاف دي مارك اللي فيهم فارينة القمح الكامل ولا دقيق القمح الكامل. نسحق 600 غرام، نسحق كذلك 55 غرام زيت زيتون، ونسحق كذلك ملعقة كبيرة خل. طبعا الخل نستعمله كمحسن، راح نستعمله كذلك وحدة بيكينج باودر وزن 10 غرام، وراح نحتاجه 360 مليلتر ماء دافئ، ماء دافئ مشي سخون ومشي بارد، دافئ سيتادير ديروه فوق النار يسخن شوية يتفى شوية ومن بعد تنحوه. نخلط المكونات كما راكم تشوفوا، ومن بعد نديرهم في العجانه الكهربائيه وندير عليهم الماء ونخليهم يتعجنوا لمده من 5 حتى 10 دقائق. طبعا اللي ما عندهاش العجانه الكهربائيه تقدر تستعمل يديها وتعجن، برك العجانه الكهربائيه تسهل لو طون اللي تكوني تخدمي في الحاجه اللي كي ديريها معاها، ما راحش تشدك الوقت. هذا ما كان بالنسبة لهذه الوصفة، سهلة مهلة ما فيهاش مكونات بزاف. أنا توجور الوصفة نحبها ما تكونش فيها مكونات بزاف هكذا، باسكو كل ما تزيدي مكونات كل ما يزيدوا سعرات، دونك أنا نحب الوصفات اللي فيهم مكونات قليلة وبسيطة وسهلة التحضير. دخلت 400 غرام، مي استعملت 400 مليلتر تاع ماء، مي استعملت فقط 360 مليلتر ماء. 360 هكذا ما تجيكم جاريه، ما تجيكم يابسه ناشفه، ما تقدروش من بعد حتى تحلوها. دونك هذه هي بالنسبه للوصفه، نخليكم تكملوا بقيه الفيديو. راح تتحصلوا على هذا القوام، تلصق شويه. طبعا لازم تكون تلصق شويه باسكو كيما على بالكم دقيق القمح الكامل يشرب، يزيد يشرب، دونك نخلوه شويه يتلصق في اليدين. انا عجنتها مده تخلوها 10 دقائق وهي تتعجن هكذاك، وتخلو وتغطوها تخلوها ترتاح لمده ربع ساعه، ومن بعد نشوفوا كيفاش نديروا لها. لاباط سبراي مريحه راهي بيان، دوكا نقسمها على 10 10 قطع. قسمها على 10 قطع، واحدة زوج لا بات شابه. ما راحش تعذبكم، نديرو هذه بول هكا. هذه العشرة، فوالا نغطيهم ونخليهم يريحوا اونكور 15 مينوت واحدة اخرى. بعد ما لي بول، من بعد ما لي بول تاعي يريحوا مليح،
نبدأ نفتحهم ونطيبهم قدامكم. تحصلوا على هذه، لازم تكون رقيقة هكا، ومن بعد نطيبوها. الطياب يكون على نار هادئة بيان سور. بون، كي تخرج هكا هاد الفقاعات هكذا نقلبوها للدوزيام كوتي. شوفوا شحال خفيفة. التورتيه تاعنا راهي واجده، راهي بيان. انا راح نستعملها اليوم باش نفطر بها، ندي بها وجبه الافطار. بيان سور تقدروا تستهلكوا حبه زوج في النهار على حساب السعرات تاعكم ولي ماكرو تاعكم. ودوك نحط لكم لي ماكرو تاع هذه الوصفه. كما شفتوا التورتيه تاعنا خرجت طريه، ماشي تكسر برك. كي تنحوها ديروها هكذا في كيس بلاستيكي وخبوها في الثلاجة هكا، كل ما تحتاجوها تجبدوها، تقعد لكم طرية لعدة أيام. وهذو هما السعرة تاوعها. هذه أخواتاتي نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في الفيديو المقبل إن شاء الله.